جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم الشرع في رجل عنده زوجتان ترك الأولى وذهب للثانية؟ لا يجوز له أن يذهب إلى الزوجة إلى إحدى الزوجتين ويترك الثاني، بل عليه العدل، يجب عليه العدل بين الزوجات. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان. فالعدل واجب. قد جاء في الحديث أن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له. فلا يجوز الحيث مع إحدى الزوجتين وترك الزوجة الأخرى، فالواجب العدل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الواجب عليه أن يعدل فيما يستطيع من النفقة والكسوة والسكنة والمبيت، حقوق الزوجية. نعم.